من بين خيام النازحين بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، أردنا أن نسلط الضوء على أحد الأساتذة الفلسطينيين الذي صنع من أحد الخيام فصلا دراسيا يقوم بتربية الأجيال ويقوم بتعليمهم في مستويات دنيا، في محاولة منه للحفاظ على المسيرة التعليمية والحفاظ على القيم الاجتماعية رغم كل الدمار الذي طال المدارس هنا في القطاع. من باب المسؤولية المهنية كما قلت آنفا، أن يجب علينا أن نهتم بهذا الجيل من التجهيل ومن الحرب يعني القائمة، لأننا نعرف أن الحرب مستمرة على قطاع غزة من جميع الجوانب وخصوصا الجانب التعليمي. فبدأنا في هذه المبادرة واستكملناها على مستوى يعني محاكاة العملية التعليمية برمتها على مستوى الطابور الصباحي، على مستوى الإذاعة المدرسية، على مستوى شرح الدروس طبعا بالتعلم باللعب. فالاحتلال الإسرائيلي دمر المئات من المدارس الحكومية والتابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وهو ما يجبر الأطفال والأساتذة والمتعلمين أن يكملوا هذه المدرسة متأخرة وفي أثناء الحصة تنام وتترك كتبها. فهؤلاء الأطفال هم ينزحون في هذه المنطقة بدير البلح وسط القطاع، لكن منهم من فقد الأخ أو الأب أو الأم، ومنهم من هم جرحى. فهذه الطفلة فقدت 4 من أخواتها ولكنها تصر على تكملة مسيرتها التعليمية. أنا فقدت 4 أخوات وفقدت عائلتي ويعني بستجرع ذكريات خواتي وصوتهم بيجي في قلبي وبتذكرهم بسرعة عيط بعرف عشان أعمل لين. رغم أنا كمان فقدت 4 أخوات، فالأستاذ يعني أخذ كمان طالب عشان يعلمنا ورجع لنا ذكرياتنا في المدرسة والعلم، وإنه نهتم بالعلم ونهتم بكل شيء زي ما كنا مهتمين بالعلم قبل. فمن مدرسة الحياة إلى مدرسة العدوان، هنا مدرسة فلسطينية جديدة تتعلم فيها الكثير من التحديات، يعلمها الأستاذ ويعلمها الطفل أيضا أن الشعب الفلسطيني يحب الحياة ويحب التعليم ويحب أن يبقى على هذه الأرض مهما كانت التحديات. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين.